رئيس الحرس حكى مع أخونا السلطان وقال له بكل وقاحة أنه هو بيحبك. خلص عتيقة، هالموضوع حكيت فيه مع مولانا السلطان وانتهى. وأنا كمان حكيت كل شيء لأخي السلطان، قلت له كيف رئيس الحرس عطاني أمل وكيف أنت خنتيني وطعنتيني بداري، ما تحلمي أنه يوافق على زواجك أبدا. شو عملتي يا عتيقة؟ سويت الواجب يا جوهران، ما فيكي تعيشي معه بسعادة على حساب سعادتي. هاد مانو عقاب لإلي وبس، هاد كمان عقاب للشخص اللي انت حبيتيه. انت هيك وقعتي فرمان موت رئيس الحرس بإيدك. ادخل. مصطفى آغا. سلطانة، فيك شي؟ كأنه وشك تعبان. أنا بخير يا سلطانة. إذا جاي تشوفي مولانا السلطان هو هلأ مشغول. أنا بصراحة جاي أشوفك إلك يا رئيس الحرس. شو الموضوع؟ خير إن شاء الله؟ في شي مشكلة؟ سلطان أبو البهار، سلطان مصطفى آغا، حسين آغا، مولانا طالبك لعنده هلأ. جاي فورا، بس انتظرني شوي برا. مولانا أمر إني أخذك معي. سامحني.
قلتي ما رح نكون سعداء حسابك وعملتيها. بهنيكي عن جد، حققتي هدفك. طلعي فيه، هي آخر مرة بتشوفي فيها. بسببك أنت السلطان رح يعدمه. أنا مو هيك كان بدي. لكن شو كان بدك؟ مولانا السلطان بعد الحكي اللي قلتيه قرر إنه يعدمه لرئيس الحرس. فضلتي تشوفي رايح على الموت على إنه يتزوجني يا أختي؟ حاولت إني انتحر. كان بدي موت وقت شفتكن مع بعض. أنا أخذت سم بس فاري أنقذتني. أنتي بخيانتك لأختك بإيدك وصلتينا للموت أنا ورئيس الحرس يا جوهران. بناء على أوامرك جبت رئيس الحرس. أنا بأمرك مولاي. حرس ليش ما اجا معك؟ جوهران رجعي على جناحك. عملتها مو هيك؟ امرت بقتله؟ كيف طاوعك قلبك تساوي فيه هيك؟ حكي عتيقة مو صحيح، كان ردة فعل مو أكتر. مولاي انت سبق ووعدتني انك رح تعمل اي شيء لحتى اكون سعيده، ليش ما وفيت بوعدك؟
تعطيني الخدم. تتذكر وقت اللي سلمتك هذا الختم؟ يوم ما انت وعدتني وعد، وما وفيت فيه يا مصطفى. انت خبيت الحقيقة عني وكذبت علي وطعنتني بظهري. مولاي أنا شرحت لك القصة بكل تفاصيلها وحكيت لك عن مشاعري تجاه السلطانة، ما خبيت عنك شيء أبدا ولا كذبت عليك. وعتيقة، ليش ما جبت لي سيرتها؟ مولاي سامحني، أنا هالموضوع ما بيحق لي أحكي فيه لأنه ما كان عندي مشاعر تجاه السلطان بنوب، وبهيك حالي فضلت أني ما خبرك لحتى ما سيء لإلها. عتيقة ما عم تقول هيك، الموضوع هاد انت المذنب يا مصطفى، ما كان لازم يصير هيك ابدا. شي مؤسف انك انت بالذات تعمل هيك تصرفات، واضح انك كنت ضحية اهوائك. اللي يا مصطفى، بعد الشي اللي عملته معي شلون بدي اوثق فيك وأمنك على حياتي؟ شو كنت عملت لو كنت محلي؟ مولاي خسارة ثقتك بالنسبة لإلي أسوأ من الموت بكتير. لهيك بفضل انعدام.
الإنسان خطاء يا ابني، وقلب الإنسان ممكن يتعرض لأهواء كتيرة ولرغبات ما بتنعد ولشهوات دنيوية، والزمن كفيل إنه يخلصك منهن. أما النفس في أربع أمور كفيلة بتهذيبها: السكوت والجوع وقلة النوم والوحدة. هيك النفس بتشفى. بالي عليك. تعال. رئيس الحرس ما رجع معك، وبصراحة عندي فضول أعرف مصيره. سجنته بدار المحن. شو يعني دار المحن؟ مثل الحبس؟ هي خلوة بينزو فيها الإنسان لفترة وبيحاول فيها يطهر نفسه من الذنوب اللي ارتكبها. عقوبته حتكون إنه يقضي هنيك 40 ليلة. مو سهل عليك تاخد هالقرار، بس صدقني هذا هو القرار الصح. وأنت أصلاً لما تحاسب الناس اللي بتحبهم تصغي لقلبك وحكمه، واللي بيصغي لقلبه مستحيل إنه يغلط. إن شاء الله.
صار وقت الجنازة يا مولاي. شايف شو عملوا يا رئيس الحرس؟ شايف موسى شلبي شو عملوا فيه؟ الكلاب قتلوه بدون رحمة وبكل وحشية تخلصوا منه. قتلوا أكتر حدا بوثق فيه وأنا ما قدرت أحميه. كان المفروض أحميه. عملت الشيء اللي مفروض ينعمل وما سلمته للمتمردين. أنت خبيته بس الخواني قدروا يوصلوا له بالنهاية. كان رئيس الجناح الخاص ورفيقي وكل ذنبه إنه كان مخلص لإلي. حمل ختمه بأمانة حتى وهو رايح الموت. تقدر تاخذ مكانه يا مصطفى؟ بطلب من ربي يجعل الموت كرمالك من نصيبي يا مولاي. طالما هيك ختمه رح يكون لإلك. شرف كبير يا مولاي. لا تنسى هاليوم أبدا ولا تنسى الثمن اللي ممكن يندفع كرماله للخدم.